جميلة؟ صباح الخير. صباح النور. جبت برك هلأ، تازة وسخنين، وفكرت نفطر سوا قبل ما تروحي. ما بعرف شو فيها إذا فطرنا سوا. طيب لو سمحت اثنين شاي. تفضلي قبل ما يبردوا. يسلموا. بتشكرك كثير. على شو؟ لأنك أعطيتيني فرصة لعيش حياة سعيدة ما كنت بحلم فيها. أستغفر الله، يعني أنا ما عملت شيء، بس يمكن أنا مثلك حابة أبدأ حياة جديدة وسعيدة. مين ما بيتمنى؟ أكيد الكل بيتمنى، بس يمكن ما تنقسم لهم. الله بيكتب لنا السعادة بحياتنا. إن شاء الله رح يكتب لنا إياها. أنا رح أعمل كل اللي بيطلع بإيدي لأقدر أسعدك، لأنه إذا كنتي مبسوطة أنا كمان رح أكون مبسوط، وبتمنى هالشي من كل قلبي. حابة بلش بحياة جديدة معك أنتي. طيب شو مشان سلمى؟ بس أنا ما برضى أبداً ابني سعادتي على تعاسة وحدة تانية، مستحيل أقبل بهذا الشيء. جميلة، سلمى مو من هلأ، من زمان ما لامرتي، حتى هي ما فيك تعتبريها ست لأنه صارت ولد. ما بعرف، بس في شيء غريب جواتي عم بيخوفني. اليوم بدي روح زور قبر ابني حسن، وبعدين رح روح اطمن على سلمى، واذا بتحبي تعي على فيلا كارجي بتلاقيني هناك، وشوفي انت بعيونك بلكي بيرتاح قلبك. شوفي ما في شيء، بس لازم اروح. رح تجي؟ ممكن لفكر شوي. ناريماني اللي خبرتني إن جميلة رح تتزوج بهالفترة. مين حتتزوج؟ قال صياد، مدري شو هو الصياد. بيكون حكمة كارجي. بالله حكمة كارجي؟ ايه. مين بيكون؟ صاحب المعامل ومشغل التريكو اللي بشتغل فيه. ايه؟ انا بحياة الله. ايه ماشي، انا تأخرت، بشوفكم بعدين. الله معك. Thank you.
جميلة؟ عن جد رح تتزوجي؟ عم تحكي معي؟ طيب ماشي، خلص كملي شغلك. وليش بدها تشتغلي إذا بدها تصير مرت المعلم؟ إيه والله. أنت فكرت بالحكي اللي قلت لك يا أنا؟ شو؟ لا تكون ما عم تسمعني. منيح لي لهلا ما عم بسمعك ولا عم حاكيك شي. لك مين مفكرة حالك لتحاكيني هيك وليه؟ شو قصتك فهميني؟ شايفك صدقتي حالك عن جد انك مدير الشغل. زوي احسن لك وليه؟ انت اللي ما عم يزوق ابدا. لهيك انا بورجيك. قررت بيع السفينة ورح سكر الشغل. شو بدك تعمل بهالحالة؟ ما في سفينة ولا شغل، لهيك رح تكون كوبتان بالبيت علي. شو هالحكي؟ وحياتك. استرجي تبيعية. ماشي؟